هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك، يقول في هذا السؤال: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟ وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة؟ هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة، أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ من مات ولا يصلي لا يصلي عليه، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة أو صلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيفة، ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكفر، كسائر الحديث التي فضل لا إله إلا الله، المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه الإسلام. ولهذا في الحديث الصحيح: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه، كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأن ما قضوها بكفرهم وضلالهم. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو البدوي أو يدعو حسين أو يدعو عليا رضي الله عنه أو يدعو الشيخ عبد القادر أو يستغيث بالنبي أو غيره، هذا كفر ما تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا من قالها وأدى حقها واستقام على دين الله. نعم، جزاكم الله خيرا.